بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. روسيا سلحت العدو الاوكراني، اوكرانيا تعتمد على الاسلحه السوفيتيه في الحرب، لمعرفه التفاصيل ارجو ان تبقوا معنا حتى النهايه. تعتمد المقاومه العسكريه الاوكرانيه للغزو الروسي على الدبابات والمركبات والاسلحه السوفيتيه التي كان يصدرها وموسكو من بعده للحلفاء في اوروبا الشرقيه، ويعد الاتحاد السوفيتي وروسيا روسيا فيما بعد مصدرين رئيسيين للأسلحه وخاصه الى دول اوروبا الشرقيه حيث تم ارسال دبابات ومدافع وناقلات جند مدرعه وانظمه دفاع جوي وهي تعتبر ارخص واسهل في الاستخدام من الاسلحه الامريكيه وفقا لما نقلته صحيفه واشنطن بوست عن خبراء تصف الصحيفه هذه الاسلحه بالعمود الفقري للمقاومه الاوكرانيه وتقول انه مع ارسال دول اوروبا الشرقيه معدات الى اوكرانيا فان هذا يعني ان موسكو سلحت عدوها بشكل فعال وهو العدو الذي كان سابقا جزءا من عمليه انتاج الاسلحه والابتكار في الاتحاد السوفيتي، اما الان فقد سخرت اوكرانيا مخزونها من الحقبه السوفيتيه ضد موسكو، وللتعبير عن المفارقه تقول الصحيفه انه لشيء غريب ان الأيد الاوكرانيه صنعت كلا من موسكوفا الطراد الرائد في اسطول البحر الاسود والذي غرق هذا الشهر قباله اوديسا والصواريخ المستخدمه لتدميره نبتون ونقلت عن كبير المستشارين بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مارك كانسيان قوله كانت معظم الأسلحة والمعدات التي استخدمها الجيش الأوكراني في بداية الحرب من الحقبة السوفيتية وبالإضافة إلى الدبابات فإن الطائرات والمدفعية سوفيتية أيضا وأكد أن المدفعية على وجه الخصوص أثبتت أنها حاسمة في قتال الروس منذ بدء الحرب وأضاف كانسيان أن الصواريخ المضادة للدبابات التي زودها الغرب بما في ذلك صواريخ جافلين من الولايات المتحدة ربما تكون الأكثر ظهورا ووضوحا ولكن ليس بالضرورة الأكثر عددا من بين الأسلحة الموجودة تحت تصرف أوكرانيا وأشار إلى أنه أمر محرج دائما عندما ينتهي بك الأمر بتجهيز طرفي النزاع أي أن الأسلحة المستخدمة هي من نفس المصدر الذي يحارب وهي روسيا وقال مدير الأبحاث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن الأوكرانيين ودول أخرى في حلف وارسو السابق ما زالت تستخدم العديد من الأسلحة السوفيتية ويرجع ذلك في الغالب إلى المخزونات الحالية ورغم قدم عمر المركبات فإن صيانتها وتحديث مكوناتها أدى إلى إطالة عمر خدمتها بشكل كبير وقال شابيرو إن الدروع الإلكترونية تتطور لكن المدفعية والقذائف لا تختلف كثيرا وبحسب الصحيفة فإن الاعتماد على الأسلحة السوفيتية والروسية يجعل من الصعب على الولايات المتحدة وشركائها في الناتو توفير الذخائر التي تحتاجها القوات الاوكرانيه، وعلى سبيل المثال تختلف قذائف مدافع الهوترز عن قذائف المدافع السوفيتيه والروسيه، كما ان هناك حاجه الى تدريب العسكريين على استخدام الاسلحه الغربيه، وتعتمد اوكرانيا على دبابات تي 64 السوفيتيه التي بنيت لاول مره بمدينه خاركيف في الستينيات، وهي الدبابه الاكثر استخداما في الجيش الاوكراني، بينما استند صاروخ نبتون محلي الصنع الذي استخدمته القوات الاوكرانيه لاغراق موسكوفا الى تصميم صاروخ كروز سوفيتي قديم يسمى كي اتش 35 تم انتاجه ايضا في خاركيف وحدثت اوكرانيا الدبابات والمركبات والاسلحة السوفيتية التصميم في العقود الاخيرة واستمرت في انتاج اسلحتها الخاصة والاسبوع الماضي قال رئيس الوزراء البولندي ان بولندا سترسل دبابات تي 72 السوفيتية الى اوكرانيا كما زودت سلوفانيا اوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي المضاد للطائرات من طراز اس 300 وهو نظام سوفيتي ايضا. متابعين الاعزاء هل تعتقدون حقا ان روسيا تهزم نفسها بنفسها حيث سلحت العدو باسلحه روسيه؟ العدو هنا هو اوكرانيا. كما لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.